بنرحب بحضراتكم في البيت الكبير في الفقرة الحوارية دي مع واحد من نجوم طبعا النادي الأهلي ومنتخب فلسطين. النهاردة طبعا بنتكلم عن حدث تاريخي يا جماعة، نتكلم عن افتتاح أهلي الأقصر، المشروع الكبير اللي بيأتي في إطار الوحدة الاقتصادية ما بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة، شركة الوطنية العملاقة. هنتكلم النهاردة عن افتتاح أهلي الأقصر مع ضيف فقرتنا كابتن رمزي صالح حارس مرمى طبعا الأهلي السابق، وأيضا هنتكلم في موضوع مهم جدا يخص النادي الأهلي واستعداده المرتقب لمباراة فيتا كلاب يوم الثلاث بإذن الله. أولا ازيك، وثانيا مبروك. الله يبارك فيك. نقول مبروك ليه؟ عشان هما جايزتين، احسن كان موقع الاتحاد الاسيوي عشان الجون التاريخي لمنتخب فلسطين. دي حلوه انه الاتحاد الاسيوي سلط الضوء على الرياضه الفلسطينيه بشكل عام. صحيح، مهم جدا طبعا، حاجه كويسه يعني. عارف اخيرا لا، الفكره انه عارف فتره انت لما تبطل كوره دي صعبه، فالحاجات دي بتبقى كويسه. تاني حاجه طبعا استفتاء حصل في فلسطين على احسن محترف اخر 20 سنه. دي حقيقه. انت نجم كبير يا رمزي بصراحه، مبروك يعني، مبروك ليك. وطبعا نجم كبير على مستوى منتخب فلسطين، عملت تاريخ كبير جدا جدا. وزي ما انت بتقول يعني، منتخب فلسطين رغم الصعوبات اللي كان بيقابلها في مشواره على التصفيات الاسيويه او تصفيات كاس عالم، وبتلعبوا بره بلدكم، ويعني امور كانت صعبه جدا، بالرغم عن كده حصولك على الجائزتين دول دليل ان على التفوق، ودليل على ان كمان قيمه المنتخب الفلسطيني، وانت كنجم كبير من نجوم اولا النادي الاهلي ومنتخب فلسطين. فنقول لك مبروك وبالتوفيق دايما بقى في المشوار اللي جاي. هنتكلم يعني برضو في المشوار اللي جاي. كلام كبير يعني، بعد كلامك مفيش كلام. لا يا حبيبي، لا تستاهل كل خير. هنتكلم كمان النهارده رمزي على حدث اعتقد كل جماهير النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي بيكون فخور بيه، وجود اهلي الاقصر في الصوره الرائعه اللي ظهر بيها. اعتقد ده انجاز يضاف للنادي الاهلي، وزي ما قالت سهام ودايما بنقول الشراكه المميزه مع شركه استادات الوطنيه عامله حاله جيده جدا جدا. والنادي الاهلي القيمه العظيمه، وهذه الشركه يعني العملاقه استادات الوطنيه، عاملين دويتو اكتر من رائع، وده كله في صالح الكره المصريه وفي صالح الرياضه المصريه بشكل عام، وفي صالح كمان اهالينا النهارده في الاهلي في الاقصر، لصالح اهالينا في جنوب مصر. طبعا يعني دي اكتر اعتقد انه توضح قيمه النادي الاهلي. صحيح. اكتر ناس سعداء بالموضوع ده اهالي الصعيد. طبعا حاجه عظيمه يعني، انت مش متخيل لما كنا بنروح مثلا تلعب هناك ماتشات جمهور الصعيد، حاجه عظيمه. اكيد النادي الاهلي اتاح لهم فرصه ان هو يعمل فرع هناك، ده حاجه جميله. موضوع الانتماء ده حاجه يعني حاجه ما توصفش. طبعا النادي الاهلي وجوده هناك يخدم اهالي الصعيد، ده حاجه يعني مش عارف اقول ايه، بس حاجه بصراحه هم كانوا محتاجينها كمان، انه بينتمي المكان ده. يعني هو محتاج طبعًا يعني طبعًا يعني شعب الصعيد محتاج دوت، والنادي الاهلي مع شركه استادات عارفين دوت وحسبوه صح، وقرروا بلد جميله جدا. انا بالنسبه لي اجمل بلاد العالم هي الاقصر بصراحه. طبعا يعني الاقصر واسوان وكل اهالي الصعيد طبعا ليهم حق علينا وليهم حق على النادي الاهلي. صحيح. والنادي الاهلي يعني اتاح لهم الفرصه دي ان هو موجود، وبالشكل الرائع اللي شفناه والاحتفاليه الرائعه اللي موجوده دي، ده طبعا اتمنى ان هو يخدم اهالي الصعيد ويبقى حاجه مشرفه طبعا هناك. ويا رب كل الناس، ويبقى مش بس في الصعيد، يبقى في كل حته في مصر. صحيح، باذن ضروري جدا، ضروري. زي ما انت قلت، ده نادي كبير، والمفروض دوره حتى المجتمعي لا يقل اهميه عن دوره الرياضي. وحتى يمكن في كذا كلمه النهارده في افتتاح النهارده الحدث ده، كان حتى فكره دايما ان انا باكد على انه مواهب، انت عشت في مصر ومامتك مصريه، فعارف انه معظم او اغلب حتى المواهب والمبدعين طالعين فعلا من الصعيد. فانا النهارده بتكلم عن اتاحه فرصه كبيره جدا جدا لاخواتنا وابنائنا واحفادنا، زي ما كابتن طبعا خطيبي كان بيتكلم النهارده، انه النادي الاهلي يقوم بدوره ده
ده حقه على المحافظات دي. طبعا هي الفكره انه الاول كان في مدارس كوره تتنشئ مثلا، او مثلا اكاديميه النادي الاهلي في الاقصر او في اسوان او كده. دلوقتي مش انت بس مش بتخدم كره قدم، انت بتخدم كل الالعاب. صحيح صحيح. فدي ميزه كبيره، يعني اهالي الصعيد انا متاكد ان هم بيجوا القاهره مثلا في ناس بيتمنوا يخشوا النادي الاهلي، وكان في ناس كتير يكلموا عايزين ندخل مثلا زياره في النادي الاهلي، دلوقتي النادي الاهلي بقى موجود. ماتشات تتلعب هناك يا كابتن رمزي كمان، ما احنا بنتكلم النهارده عن اكبر ملعب في الصعيد كله موجود النهارده في فكره في الاقصر كامله. موجود عليها شعار نادي الاهلي هناك، دي حاجه رائعه هتتيح فرصه كبيره، بس مش في كره القدم، في كل الالعاب المختلفه طبعا، واكتشاف مواهب. والناس طبعا في الصعيد انت عارفه في مواهب كتير مليانه طبعا، يعني طبعا في نجوم خرجوا من الصعيد على مستوى المنتخب مصر، على مستوى كمان الثقافه، على مستوى يعني دايما مصر ولاده، وخاصه الصعيد يعني عندهم موهبه فطريه كده في الكوره كمان بالذات. ده بياخدنا كمان لانجاز كبير جدا، انا لسه كنت بتكلم يمكن مع الاستاذ محمود صبري، انجازات مجلس اداره النادي الاهلي في الفترات السابقه رغم ان كان في ظروف كورونا، ولكن التطوير اللي حصل كمان في الشراكه مع شركه استاداد، بدايه من ملعب الاهلي والسلام، قناه زي ما انت شايف ما شاء الله يعني تعتبر من افضل القنوات الحمد لله على مستوى التلفزيون المصري، بتتكلم دلوقتي على كمان فرع جديد، فالشراكه دي مهمه. وعلى الجزء الاخر ان اداره كابتن محمود الخطيب مش مهتمه بس بملف الكوره كاهتمام اول، لكن خدمه الاعضاء وخدمه الجمعيه العموميه، ده كمان شيء مهم جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي. طبعا يعني انت لما تكون في مكان بحجم النادي الاهلي وانت مسؤول عن، اكيد مجلس الاداره بيحط مشروع طويل الامد. صحيح صحيح. ملف كره القدم ده جزء من المشروع، لكن هو مش المشروع الاساسي. انت عندك العاب مختلفه، انت عندك نادي اجتماعي، منشآت، عندك قناه توصل رسالتك، توصل الصوره اللي انت بتعملها، توصل الحدث الرائع اللي حصل النهارده. اكيد الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ، اكيد في طبعا مشروع محطوط، في فيجن، في رؤيه، طبعا كره القدم دلوقتي بقت استثمار وخطه مدروسه هي اللي بتوصلك للنتائج والنجاح. النجاح ده ما بيجيش من فراغ، هي منظومه متكامله، في اللي خطط وفي اللي نفذ وفي اللي وصل الرساله للعالم كله والناس كلها. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، ده الصوره يعني اللي قدامنا ده نادي اهلي الاقصر طبعا، يعني زي ما قالت سهام شكله تحفه، يعني طبعاً. ملعب كره رئيسي، بتتكلم على مدرجات 5000، بتتكلم على نادي اجتماعي، بتتكلم على حمام سباحه اولمبي، بتتكلم على صاله مغطاه، الشكل اكتر من رائع. 13 فدان ده طبعا، ده 13 فدان. هو بصراحه حدث مهم قوي في السنه دي انه يحصل الكيان اللي حصل ده هناك، والمشروع ده حاجه رائعه بصراحه. مره تانية بنشكر شركه استادات الوطنيه طبعا، اللي دايما بنقول وبنكرر ده مش اول تعاون مع نادي الاهلي. شركه استادات القابضه النهارده قامت بدور مهم جدا جدا كمان في موضوع الاهلي والسلام، وان شاء الله يمكن عوائد عديده جدا جدا من خلال طبعا افتتاح اهلي الاقصر، اهلي الصعيد، من خلال طبعا الوحده الاقتصاديه للاهلي أهلي وشركة استادات. عايزين بقى نروح لمباراة امبارح الأهلي والإسماعيلي، كانت مباراة مهمة جدا جدا، كان أهم ما فيها حصد الثلاث نقاط بالرغم من الأداء اللي عليه بعض من التحفظ. شوفي لو نتكلم في الأداء، طبيعي أي فرقة بتمر يعني بهبوط في المستوى وارتفاع في المستوى، ده طبيعي. الأهلي الفترة اللي فاتت عايزين نغير نغمة الجيل السابق والجيل الحالي بصراحة، لو مقارنة الأجيال. مقارنة ليه؟ لأنه الجيل السابق مثلا احتك بمدارس وكان فيه نجوم رائعين وحاجة يعني بصراحة كانوا بيعملوا فروق فردية. بس برضو الجيل الحالي مثلا اتغلب مثلا في نهائي، وصل نهائي أفريقيا كذا مرة وما عرفش، لكن في الآخر مرة حققها، ما وصلش قبل كده مثلا لكاس عالم الانديه، وصل احتك بمدارس وبانديه كبيره، فالحاجات دي كلها اكسبتهم خبرات. فدلوقتي ممكن ان انت يعني تقارنهم بالجيل اللي فات، فالخبرات دي كلها بتساعدهم ان هم يعني يقدروا يرجعوا، يقدروا يقفوا على رجليهم، يقدروا يحققوا مزيد من البطولات.
طبيعي. حتى لو تتفرج على بايرن ميونخ بعد كاس العالم للانديه مر فتره وحشه في الدوري الالماني وخسر ماتش وتعادل ماتش وخسر فده طبيعي. 3-3 انت بتتكلم مثلا على ماتش فيدا كلوب، الاهلي ادى اداء رائع لكن ما كانش في توفيق في اللمسه الاخيره. الاهلي بصراحه عشان نتكلم في كره القدم في مشكله في اللمسه الاخيره. مشكله انا بعتبرها مش مشكله افراد، هي مشكله انتزاع ثقه نوعا ما. يعني بوليا اعتقد ان هو فاقد الثقه نوعا ما، في ضغوط عليه. اي واحد بيجي في المركز ده بالذات بيعاني من ضغوط كبيره، لازم يتحرر من الضغط ده شويه عشان يقدر. ما حسيتوش فاقد الثقه لما قابلناه؟ يمكن احنا اول طبعا ناس يعني استضفناه هنا في القناه كان لا، بالعكس انا حسيت انه هو عنده الشخصيه دي. بس هو يعني لما كان حتى الملعب مش ثقه في فاكر لما كنا سقط ممكن لا ممكن يكون عشان الضغوط اللي بيتعرض ليها. يعني فاكر لما كنا بنساله عن المدافعين اللي هو ممكن مثلا يقلق منهم، فكان ليه ردا عجبني جدا الحقيقه لما قال لك هم اللي يقلقوا مش انا اللي اقلق. فحسيت قد ايه هو جاي بشخصيه الاهلي جاهز، ده بدليل انه هو كمان يعني ليه رصيد مع الجونه، يعني ليه رصيد قبل كده مع الجونه. فقد ايه يعني ما حسيتش الثقه، حس حاجه تانية بس انا مش يعني هي ثقه الملعب يا سامي. يعني هو انا عندي ثقه في نفسي لكن ثقه الملعب بتبقى مختلفه. والثقة يعني والثقه بره بحاجه. هو بيروح على الجون كتير بيروح على الجون كتير قوي. أيوة. بس الضغوط اللي عليه هي اللي بتخليه متاثر، بتخلي الثقه دي تنتزع شويه. انت لو هو ده الفرق لما انت تلبس تيشيرت نادي تاني غير لما تلبس تيشيرت نادي الاهلي. انت بتلعب يعني تيشيرت اي نادي انت متحرر من الضغوط. تيشيرت نادي الاهلي تقيل بصراحه، انت بتتكلم ملايين، كل واحد نفسه يبقى يحقق حاجه. الضغوط اللي عليه دي هي اللي بتاثر على انت تقصد انه العين عليه يعني طبعاً متفوكس طبعاً عليه غصب عنه يعني. يعني انا اقول لك على حاجه، المدير الفني ما حقق كام بطوله مع النادي الاهلي موسيماني؟ موسيماني حقق 3 بطولات لغايه دلوقتي وبتعرض لانتقاد طبيعي. فده طبيعي. فانت يعني من تعادل ماتش يعني حتى بيدكلو انت تعادلت وكسبت بتتعرض لانتقاد، تكسب بتتعرض لانتقاد من الاداء، ولو ما كسبتش برضه بتتعرض من للنتيجه. ايوه فطبيعي يعني انت اهو كسبت الاسماعيلي ومتعرض للنتيجه من الاداء. فده طبيعي، ده النادي الاهلي، انت لازم اللعيبه ياخدوا على الوضع ده او الجهاز الفني ياخدوا على الوضع ده. بس انا هاخد رايك في يعني واليا لان امكانياته تؤهله، يعني احنا مش هنقول ان هو فقد الثقه شويه، وده هتيجي من خلال المباريات اكيد. يعني على مر العصور مر مهاجمين كتير وانت اكيد عارف اسماء كتيره مرت على هذا، لكن ككواليتي لعيب لا، لعيب مفيد، لعيب متحرك بيلعب بدماغه بشكل كويس قوي، بيتحرك بشكل كويس. يعني مقوماته هو مقومات النادي الاهلي. امتى ده مع الوقت، يعني ده هيجي مع الوقت. مكاسب نادي الاسماعيلي، مباراه نادي الاسماعيلي يا رمزي شفتها ازاي من خلال اداء فني؟ يعني خلينا على المستوى المعنوي عارفين انها مهمه جدا، لكن التباين الاداء في الشوط الاولاني عن الشوط الثاني اعتقد دي كمان لمسه مدرب ومجهود لاعبين في الملعب. يعني طبعا يعني شوف في فرق، خلي بالك انت لما تكون خارج من ماتش ببطوله افريقيا بعدها بثلاث ايام بتلعب مع الاسماعيلي، بغض النظر عن الوضع الحالي للنادي الاسماعيلي في الدوري لكن يظل قيمه كبيره طبعا. وفرقه وفي يعني مباراه خاصه بالاهلي والاسماعيلي على مستوى التواريخ اللي فاتت. صحيح. فطبيعي ان انت يحصل في تاثر في المستوى. اللعيبه ادت بشكل رائع واكثر من رائع في مباراه فيتا كلوب وما عرفش تكسب. طيب مباراه الاسماعيلي يعني حته البطل دي اللي هي شخصيه البطل، حتى وانت في ادائك وحش لكن تعرف تاخد 3 نقط بالظبط. فدي ميزه النادي الاهلي، بدات هي دي الخبره اللي بدا يكتسبها اللاعبين. لكن لو نتكلم على افراد بصراحه لازم اللعيبه برضو شويه يبقى في يعني زي ما اقول لك اصرار شويه عند اللاعبين. لازم قفشه يبقى ايجابي اكتر ما نتحرر خلاص. هو الحاجه الوحيده بصراحه اللي كانت مش موجوده مثلا هي اللي هي مش موجوده في الجيل الحالي. الجيل اللي فات كان الواحد يخرج نجم الماتش، تاني ماتش ينزل عايز يبقى هو برضو نجم الماتش، او لو جاب جون يبقى ده دافع ليه انه يجيب جون تاني في الماتش. ده مش متوفر حاليا. مش متوفر حاليا.
بصراحه. يعني انا مش متفق معاك في دي شويه يا رمزي. انا شايف انا شايف ان هم بيحاولوا بقدر الامكان. وجهه نظر، احنا بنتناقش وجهه طبعًا نظرك طبعًا. ان طبعا انت لعبت مع جيل كلهم اسماء نجوم كبار جدا جدا، ودايما بنتكلم يعني مقارنه الاجيال ساعات بتكون ظالمه لاحد الجيلين. أكيد أكيد. كل جيل بيمر بظروف معينه، لكن انا اللي انا شايف انه في محاولات الناس يعني اللعيبه بتتعب قوي وبتجتهد قوي في ظروف اخرى، في بعض الافراد لازم يدوس على نفسهم شويه، التركيز لازم يزيد شويه، فكلها امور. والنادي الاهلي يعني ما فيش النجم الاوحد، يعني ما فيش حد نجم يعني. انا فاهم، هو احنا اكيد اتكلمنا، بس في اللي هو انت تعمل وتتحر وتعمل شغل عالي لكن يبقى بطريقه ايجابيه اكتر. اوكي. يبقى لمصلحه الفرقه مش فاهم. انا فاهم تقصد ايه. يعني اللي هو اللعب الجماعي اكتر. انا اقول لك يبقى عندك اصرار، ومش الفكره ان انت تروح وتجري وتروح، بس الفكره ان انت تكون ايجابي، الانتاج لصالح الفريق. ايوه لصالح الفريق. هو ده هو ده اللي قصدي عليه. قصدي لازم اللعيبه شويه يعني، انت خلاص انت لعيب النادي الاهلي دلوقتي محقق بطولات كتيره، كل الضغوطات المفروض تكون راحت من عليك شويه دلوقتي، تلعب كوره، كوره النادي الاهلي الكوره الجميله. فبس طبيعي اللي بيحصل ده انه يعني المؤشر بين انه ينزل فتره، اكيد بيحصل مع كل الفرق العالم. بس انا موافقاك جدا جدا في فكره انه لازم، يجب علينا الا نقارن هذا الجيل باسماء بجيل سابق، باسماء سابقه، نقارنه بارقام، نقارنه بانجاز يعني. صح. ده لا، مقارنه هتبقى ظالمه. خلي يعني بالك هيجي الجيل اللي بعد كده ان شاء الله هيقول لك الجيل اللي فات اللي هو على الجيل الحالي، هيتكلم على قفشه وهيتكلم على شريف وهيتكلم على شناوي. ويعني انا بقول لك لازم طبعًا. خلاص ما نقارنش الاجيال في بعض، لانه الجيل الحالي ده ما كانش عنده الخبرة اللي موجودة حاليا. غير الخبرة كمان يا رمزي، خلي بالك الجيل ده احنا بنتكلم في زمن كورونا بكل أمانة. ان ظروف صعبة جدا، وانك كنت تاني هرجع ان احنا ما كانش عندنا نشاط، وبعدين دخلوا على مباريات مهمة جدا، الضغوط على اللاعبين انا شايف انها كبيرة من ناحية المباريات، تعدد المباريات، تعدد المسابقات. انا ما بقولش كده ده عذر للعيبة، انا بحاول اوضح حالة اللعيبة ايه. عندنا لعيبة على مستوى فني اكتر من رائع، كلهم نجوم، ودايما النادي الاهلي هو النجم، فريق النادي الاهلي هو فريق النادي الاهلي النجم. ما عندناش اسم كده طالع اللي هو انا النجم الاوحد، ده مش موجود في النادي الاهلي. المطلوب ايه الفتره اللي جايه يا رمزي عشان نمر بالمشكله اللي احنا يمكن وقعنا نفسنا فيها بالتعادل مع فيتا كلوب، ان احنا ان شاء الله نوصل لدور الثمانيه مرورا بالمباراه اللي جايه؟ ايه المطلوب المباراه اللي جايه؟ انا عايز اقول بس نقطه في حكايه كورونا دي. خلي بالك كل انديه اوروبا دلوقتي بقت شبه بعض، لانه فقدت ميزه الجمهور. صحيح. انت شفت دلوقتي ما بقاش في فريق كبير وفريق صغير، لان انت فقدت، انت حتى لو بتلعب على ملعبك، بس حته غياب الجمهور دي مأثره على برشلونه، مأثره على لعيبه، مأثره على برشلونه، مأثره على ميسي ورونالدو. شفت برشلونه كان مادي اداء اكتر من رائع امام باريس سان جيرمان، بس اتعادل. بس يعني خلاص بقى الامور كلها بقت كل الفرق ده نتيجه غياب الجمهور. طبعا مأثر غياب، انت الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني وكده، حتى اللعيبه نفسهم مستوياتهم اتاثرت بسبب ضغط المباريات اللي بيحصل. صحيح. فطبيعي ده اللي بيحصل، بس انا مش شايف انه في ازمه. النادي الاهلي خد التاسعه، والاهلي صعد في اخر ماتش مع الهلال السوداني. انت واحنا قبل ما نخش قلت لي احنا متعودين لازم متعودين نتكعبل شويه. لا ده طبيعي والله. فانا مش قلقان خالص على الاهلي في دور المجموعات، حتى لو تعادل الماتش اللي فات انا متاكد ممكن الاهلي يروح هناك ويكسب فيتا كولوم بسهوله كمان. يعني اصل سوء التوفيق اللي حصل في ماتش القاهره صعب يحصل مره تانية. هو الاهلي كان اعلى بكتير فنيا وبدنيا وكل حاجه، بس سوء توفيق. ان شاء الله الماتش الجاي سهل جدا، الاهلي هيقلب المجموعه خالص او كسب الماتش الجاي. اعمل لنا كده مقارنه ما بين المباراه اللي اتلعبت امام فيتا كلاب والمباراه المرتقبه، نقدر نعمل ما بينهم مقارنه دلوقتي؟ المباراه اللي قارني قارني من حيث الفنيات، شكل المباراه ممكن يتغير ازاي، نتيجه المباراه، يعني كلمني عن المقارنه. يعني لا، فرق شاسع لما انت تلعب بره ملعبك ولما تلعب جوه ملعبك. فريق فيتا كلاب اكيد هينزل متحرر شويه، مش هيبقى واقف مدافع بشكل كبير، هو جاي انت عارف. تفتكر النتيجه طمعته شويه في نتيجه 2-2 ولا لسه هيتحفظوا بقى؟ هيتحفظ برضه، لانه عارف انه بيلعب بطل القاره، فا اكيد هيلعب
متحرر نوعا ما، بس التحرر ده هيبقى لصالح النادي، لصالح النادي طبعا. يا ريت طبعا هيبقى لصالح النادي الاهلي. الاهلي عنده خبره اللعب في ملاعب الافريقيه. لعبت قبل كده على ملعب ترتين يا رمزي؟ كتير. كتير. مش انا بالنسبه لي بتبقى مشكله يعني، حتى لما كنت اسمع عندي رايحين نلعب على ملعب ترتين مش مريح، اللعيبه بتتكهرب. مش مريح عشان الاصابات، عشان الاصابات. وطبيعه اللعب على الملاعب الترتان مختلف تماما عن النجيل الطبيعي. بالنسبه لحراسه المرمى بتختلف، اصعب اصعب بقى، اصعب بكتير يعني. انا عايز اخد من دوت ونروح للشناوي، لكن الملعب الترتان بتختلف يعني. اللعيبه اقول ماشي تمرينتين ثلاثه وناخد على الملعب، لكن حارس المرمى اصعب اصعب. قصه ثانيه، اشرح لنا بقى قصه اصعب، أصعب بكتير يعني. انا بص، انا في حياتي مثلا ما لعبتش على ملعب ترتان الا مثلا كماتشات دوليه، الا لانه بحكم الملعب البيتي بتاعنا في فلسطين ملعب ترتان. ملعب ترتان يعني انا شخصيا كنت بروح، وكنت بحاول اروح قبلها بفتره عشان اتعود على ارضيه الملعب. مختلفه تماما يعني، بس بخبرتك تقدر تقف على رجلك بفرقتك اللي معاك. اعتقد الاهلي قادر ان هو يتجاوز. اكيد التمارين الفتره الجايه هتتغير على ملعب ترتان، بيحاولوا ياخدوا على الاجواء. طب قبل اللعب المباراه الرسميه، الفرق الكبيره خلي بالك يعني بتعرف تتعامل مع الظروف دي. اكيد ان شاء الله واثق في رجاله النادي الاهلي ان هم يبقوا قادرين على تجاوز الماتش القادم باذن الله. اكيد. طب الشناوي بقى، ما انا رايحك على الشناوي. ما شاء الله والله، انا بقول لك يعني الشناوي ما شاء الله يعني متالق ودايما ثابت كده، وعنده هدوء وعنده قياده. شايف الدور بقى الاهم في الفتره اللي جايه للشناوي على مستوى الملعب، القياده داخل الملعب والتركيز ان شاء الله ما يجيش فينا اهداف طبعا بالتعاون مع فرقتنا، الدور ده شايفه ازاي؟ شوف انا دايما مع مقوله انه اي جون بيعدي 30 سنة بيوصل للنضج الكروي، الجون بالذات، لأنه بيتقل. محمد الشناوي ما شاء الله عليه الفترة الأخيرة أدى أداء رائع، رغم أنه بعد كأس العالم اتأثر شوية وبدأت فيه انتقادات حواليه، لكن الآن محمد الشناوي ما يختلفش عليه اثنين في مصر، أنه حارس مصر الأول، ودي حقيقة. الراجل لازم ياخد حقه. اختلف كتير عن زمان، اتمرنت محمد الشناوي كتير. اختلف لا، هو بقى ما عنده ميزه غير الاداء الفني بصراحه. يعني انا متوقع انه مدرب الحراس ليه دور كبير في اداء محمد الشناوي حقيقه. ميشيل يانكن مدرب الحراس طبعا ثباته دي تاني سنه محمد الشناوي، انا متاكد اثر فيه تماما، بيعرف يتعامل معاه نفسيا على المستوى الشخصي وعلى المستويين. مدرب الحراس ليه دورين. شوف اصل انت كمدرب حراس مش لازم بس هي فكره ان انت تدربه داخل الملعب، لا، انت بتجيب الفرق اللي هتلعب ضده في مرحله تحضير الحارس قبل الماتش باسبوع، في تحضير الحارس قبل الماتش بيومين، يوم الماتش، العوامل النفسيه دي. الفرق الثانيه ان انت تقرا، تجيب له، تسهل له الموضوع، تجيب له الفرق والمهاجمين اللي بيلعبوا ضده، تجيب له المميزات بتاعت الفرق الثانيه ازاي بيلعبوا الكره الثابته. طبعا دي كلها ده شغل مدرب حراس. فانت بتسهل على الجون بتاعك الماتش او جيب او بتحطه في صوره الماتش قبل ما يبدا. غير كده محمد الشناوي دلوقتي بقى عنده ميزه ما كان مفتقدها، انا حسيتها اخر سنه في محمد الشناوي، القياده. بدأ يفرض شخصيته. الاول محمد الشناوي ما كانش يتكلم كتير، دلوقتي بقيت تحس انه ليه دور. صوته في الملعب كمان انا بسمعه. صوته يعني في الملعب وعلى والكلام واوضه اللبس بقى مسيطر على اوضه اللبس. دي ميزه، دي مهمه جدا طبعا طبعا. وغير كده بقى الثقه اللي مديها للعيبه ليها دور كبير، ان انت بتلعب في الثقه. الجون بالذات ليه دايما بيقول لك الحارس المرمى نص الفريق، لان هو عليه اكبر عامل، سواء ضغط او هو يعني اخر خط للمرمى، اخر خط دفاع طبعا. طبعا. فلما اللعيبه بيبقى عندهم ثقه في الجون بتاعهم، فده بيبقى هو بيسمع كلامك، هو بيسمع توجيهاتك. اصل حارس المرمى ما بنظرلوش انه جون بيصد وخلاص، تنظر له من كله، ازاي بيوجه، ازاي وقفته في الملعب، ازاي بطريقه اللعب، ازاي بتتكلم مع المدافعين، ازاي بتقدر تعمل لغه تواصل مع المدافعين، وازاي برضو توصل انه المدافع يسمع كلامك. ده مهم طبعا، يسمع كلامك. لما هو عنده ثقه فيك هيسمع كلامك. محمد الشناوي نضج بشكل رائع واكثر من رائع. وبقول لك انا يعني دلوقتي سواء كل الجماهير الكره المصريه مجمعين ان محمد الشناوي بقى حارس مرمى مصر الاول، وعلى مستوى المنتخب المصري
يعني قعد فترة الكرة المصرية تعاني من مشكلة حراسة المرمى بعد عصام الحضري. الحقيقة الراجل أدى أداء راقي وأدى عمل تاريخ كبير لنفسه ولمصر. جت فترة في فجوة وبدأ في تشكيك في قدرات حراسة المرمى في مصر. محمد الشناوي رجع يعني بصراحة الفترة الحالية أثبت للناس كلها أنه حارس مصر الأول. أنت مين اللي كان بيقوم بدور ميشيل يانكن النهاردة في حياة الشناوي؟ مين اللي كان بيعمل كده مع رمزي صالح؟ شوفي يمكن المدرب المصري اللي بيعمل الموضوع ده ومميز في الحتة دي بصراحة كابتن أحمد ناجي. عارف أنك هتقول كده. لا بالأمانة يعني لازم نديله حقه. كابتن فكري صالح مع اني ما اتمرنتش عليه بس بيتعامل نفسيا كويس قوي. انا كان طبعا معايا في طبعا في الاولمبياد بيتعامل على الشكل النفسي بشكل اكتر من رائع غير خبراته الكبيره جدا. راجل مدرب حراس مرمى وعنده يمكن طبعا 25 سنه. وبرده عشان دي الكابتن عماد المندوه في مدربين حراس مرمى في مصر كويسين جدا ولازم نديهم حقهم. لكن اللي ميز مدرب حراس مرمى نادي الاهلي انه محمد الشناوي دلوقتي في قمه عطاء فواضح تاثيره القوي داخل الملعب على الفرقه كمان الفني والقيادي واضحه جدا عليه بصراحه. وفي اوضه اللبس النادي الاهلي الفتره شوفي الفتره اللي الاهلي اللي محمد الشناوي حصل فيه تذبذب في المستوى وتعرض لانتقاد بعد كاس العالم النادي الاهلي غير 2 مدربين حراس مرمى ودي ما حصلتش في النادي الاهلي. فاللي هو كابتن طارق سليمان وكابتن مصطفى كمان وده كان يعني كان صعبه تحصل طبعا في النادي الاهلي انه بيغيروا. انت عارف النادي الاهلي دايما سياسته لكن لما استمر او ثاني سنه محمد الشناوي علي مستواه رجع فرق علي فرق كتير على المستوى القيادي وعلى المستوى الفني في الملعب ما شاء الله عمل كاس عالم هاي. طب حراس المرمى في مصر بيتابع الدوري اكيد؟ طبعا. طيب حراسه المرمى في مصر والكابتن حسام البدري داخل على منتخب وداخل على مشوار على المستوى الافريقي غير محمد الشناوي يعني شايف تحط لنا بعض الاسماء 2 3 4 شايف ان في كوادر او في مواهب او في نجوم ان شاء الله على الطريق بالنسبه لحراسه المرمى؟ يمكن ما فيش خلاف على محمد الشناوي. كابتن حسام البدري اعتقد ان هو في مأزق دلوقتي بسبب انه مين رقم 2 صح لانه ابو جبل ما بقاش يلعب فطبيعي ان هو مش هياخد واحد بيلعب. وفي نفس الوقت انا ضد ان هو ياخد مثلا جنش لانه مش انت كده لو انت خدت جنش من ماتشين هتظلم الناس اللي لعبت الدوري كامل اللي لعبت 14 او 15 ماتش ففي ظلم الحراس مرمى كتير. يعني انا قلت لك انا ما بقيمش جون على ماتش او 2 انا بقيم جون على مشوار طويل. زي انا مثلا محمد عبد المنصف اتالق في ماتش الزمالك بس انا ما بنظرش الماتش الزمالك انا بنظر لا بس محمد عبد المنصف متالق في الدوري بشكل عام. خلينا نتكلم بكل امانه بس موضوع السن بقى هو اللي ممكن يفرق معايا. بس هي يعني برضو غير التالق ده انا بشوفها كارقام اوكي كارقام وكاحصائيات وترتيب لانه انا قلت لك انا عندي قناعه انه الجون نص الفريق أكيد. فأنت لما تكون فرقتك مثلا في ترتيب متأخر ففي خلل نوعا ما رغم أنه محمد منصف كل التحية أنه هو موجود في الملعب لغاية دلوقتي طبعا وأنا على المستوى الشخصي بحبه بس أنا بتكلم بحيادية وكأرقام خاصة على مستوى المنتخب يعني طبعا الناحية الدولية على مستوى المنتخب أصلا أقول لك على حاجة معروف أنه حارس مصر الأول أو حارس المنتخب الأساسي محمد الشناوي. فأنت مش من المنطق أن أنت تجيب جون عنده 44 سنة ونرجع طبيعي. يعني أنت هتظلم الناس الصغيرين فهو الطبيعي أن أنت تجيب واحد رقم 2 أبو جبل لو أنت موجود أبو جبل صعب عشان جنش عشان ما بيلعبش طبيعي هتظلم الناس كلها. ولو خدت جنش أصل إحنا عايزين نخرج من حتة مش شرط ان هو جون المنتخب يبقى اهلي او زمالك يعني ما انت في ظلم تفرد جون متقال انت بتاخد الافضل انت مالهاش دعوه بالانديه. محمد الشناوي انت مش واخده عشان الاهلي انت واخده عشان ما فيش. طب مين نمره 2 بالنسبه لك؟ والله انا من وجهه نظري ممكن ياخد الهاني سليمان ممكن 3 بقى انه كده محمد الشناوي الحارس الاساسي بس انت هتجيب واحد تاني اللي هو لا سمح الله لا قدر الله حصل اي حاجه يقدر عنده خبره لازم برضه يبقى جون يبقى عنده خبره الهاني راح قبل كده من ممكن الثالث تزق تجيب ولد من العيال الصغيرين نوعا ما حارس مرمى انبي كويس حارس مرمى انبي محمود جاد عندك ما شاء الله عمر رضوان متالق فتره كبيره بس هو لو خد عمر رضوان على المنتخب هيحرج المنتخب طب ليه بالعكس هيحرجه
ليه؟ بالعكس، لانه محمود جاد هو الحارس الاساسي للمنتخب الاولمبي. طب ما الثقافه دي عايزه تتغير برضه رمزي، ان احنا ان هو كابتن حسام عشان ياخد واحد يبقى لازم يبقى هو ده الاساسي بتاع المنتخب الاولمبي. هو هي وجهات نظر مختلفه، لكن هو ده المطلوب، ان لعيبه المنتخب الاولمبي يكون ليها دور، ودور مهم جدا في المنتخب الاول. اكيد هيلعبوا امتى؟ انا بتكلم اكيد، فانا بتكلم لو هو خد عمر رضوان هيبقى في احراج للكابتن شوقي انه لازم يلعب نمره واحد يعني؟ هيبقى في احراج. انا بقول لك في معطيات كده ما بتبقى واضحه الرؤيه. بس محمود جاد السنه اللي فاتت افضل من السنه دي. افضل من السنه دي. عمر رضوان لافت النظر بشكل ملفت للنظر. حاسس ان في اسماء في حراسه المرمى اذا طفره، في طفره في مركز حراسه. لا هو احنا بقى في ميزه في مصر دلوقتي في الدوري تحديدا. عندك محمد صبحي بقى يلعب. محمد صبحي وطلع جيش محمد بسام ومحمد بسام. وعندك عمر. انا بتكلم على الحراس المنتخب الاولمبي بقى دلوقتي اساسيين. طبعا دلوقتي عمل مشكله الكابتن شوقي غريب. كان اول كابتن شوقي غريب بيدور، او كابتن لما كنت كان في مشكله انت تدور على باخد اللاعب اللي بيلعب. عندك اللي بيلعب اوريدي. بس انت كان الاول مفيش حارس صغير دلوقتي بقى يلعبوا. صح. فدلوقتي بقى في وفره. وطبعا الحمد لله، يعني زي ما انتقدت موضوع اتحاد الكوره ان هو كان عايز يسمح لجوني، خلينا نثني على العدول في القرار ده. صحيح. بصراحه قرار صائب ان انت ترجع راس انت مرمى الاجانب. طبعا كنت هتخلص على كل جوان الصغيرين دول، كنتش هتلاقي حد المنتخب الاولمبي. ايه رايك في الصغيرين، مستقبل حراسه المرمى؟ خلينا نتكلم في النادي الاهلي، نتكلم عن حمزه، بتكلم عن مصطفى، الجيل اللي طالع ده بتشوفه ازاي؟ اكيد بتراقبه. هو تعالي احسبيها اكيد. يعني بصي انا مش قريب قوي من الموضوع ده، لكن مصطفى شوبير بيتكلموا عليه كويس قوي الامانه. يعني ما شفتش حد مثلا كان قدامي يتكلم عليه وحش، بس هو الله يكون بعونه. يعني هو بيتعرض لضغط ان هو ابن الكابتن احمد شوبير، بيتعرض لضغط كبير. هو طبعا، لكن هو ان هو يكون جون ثالث في النادي الاهلي دي ميزه كبيره، وجات له فرصه في ماتش ولعب وظهر بشكل كويس. لسه صغير في السن بيتعلم. الساعات اللعب هي اللي بتجيب حارس المرمى. انت دلوقتي فرصه لمصطفى ان هو بيلعب مع محمد الشناوي، فرصه كبيره ان انت بتتعلم. صح. تعلم خبرات. اي جون ليه الاول كان يقول لك مثلا ان انا ميزه بتمرن مع الحضري؟ طبعا تستفيد منه دلوقتي. يا سعد ويا نبأ بتمرن مع محمد الشناوي. فبيستفيد منه من خبراته دي. الحاجات دي كلها بتكسبه خبرات. مستوى التمرين، مدرب حراس المرمى، حته اللعب دي هتجيله، بس هو صغير لسه. تميز المدرب المصري لحراسه المرمى ولا مدرب اجنبي؟ هي بص، هي مدارس. المدرب المصري بيعتمد على العنف شويه، على العنف في التدريب يعني. المدرس الاجنبي مدرب بيتعلم تكنيكال اكتر. هي مدارس يعني. بس هنا متعودين اللي هي لازم تموت في التمرين عشان لسه المدرسه دي موجوده رمزي. ان هو يعني هو بيطلع بيحس ان لازم ما يقدرش يعني يروح ياخد الشاور بتاعه من كتر التمرين. لازم تبقى مهدود. لازم بره حضرتك طبعا. بره مختلف شويه. بره بيكون يعني تدريب جامد، لكن تكنيكال اكتر. يعني ما بيوصلوش لمرحله انه يعني لازم يتمرمغ في الارض. يعني بيبقى بوزيشن بيلدينج اب ازاي يعني، الكلام ده موجود. طب انت وانا سامع ان شاء الله باذن الله عندك اكاديميه ان شاء الله. الاكاديميه دي خاصه بحراسه المرمى ولا اكاديميه عامه لكره القدم؟ لا الاثنين. الاثنين. يعني كلمنا عنها يا كابتن. يعني اكاديميه خاصه فيها كابتن محمد شوقي. اسبانيه. طب حلو. يعني انت عاملين عندنا فروع، ثلاث فروع، والحمد لله يعني ماشيين كويس. بنعمل حاجات مختلفه عن الاكاديميات الثانيه، ان احنا بنبقى موجودين بنفسنا. طب ده حلو، الناس تاخد خبراتك يعني. طبعا، فدي ميزه كبيره. بنتعامل يعني زي ما تقولي مع الولاد كانهم ولادنا للامانه. يعني بنحاول نطور الفكر، العقليه، ندي العيال دي العقليه. بداتوا بالفعل؟ بداتوا؟ طبعا بقى لنا سنه شغالين على الموضوع ده، وعندنا بدل فرع ثلاثه الحمد لله. والدنيا ماشيه. جت لنا كتير اول مره نسمع عن الموضوع ده. يعني لسه يعني مش اول مره يعني. توسيع قاعده اللعيبه اللي بتلعب حراس المرمى دي قليله في مصر، او الفكر يقول حتى يعني لو
يعني لو اب يقول لا انت تلعب مهاجم، يعني الفكره نفسها اختلفت عن زمان. زمان انا كنت عارف كده، زمان يقول لك يا عم انت بلاش تقف جون، مش هتتشاف. الفكره دي اختلفت شويه، مهاجم اختلفت شويه بالنسبه لاولياء الامور. لا لاولياء الامور عمرها ما تختلف، بس الولد هو اللي بيحكمك. يعني انا عندي ولد ما شاء الله عنده مواليد 2015 يفضل يطير، فاهم؟ هو عايز يبقى جون، هو ادي كده يعني، فاهم؟ هي المشكله في ايه؟ انه الولد موهبته هي اللي بتحكمه، صح طبيعي، مش مش رغبته. ولا رغبته ولا رغبه ولي امره، ولي امره طبعا، ولا ولي امره. بس هو طبعا انت عارف يعني حراس المرمى دايما هم مظلومين في كل المجالات يعني بصراحه والله. اصل انت حاجه احساس صعب قوي لما انت تبقي نجمه الماتش او مسيطر ونجم، وجون واحد يجي مثلا غلطتك يخلص عليك، انت سبب، انت سبب خرابك. المدافعين كده، وانا برضو يعني المدافعين لا بس اهدى يعني المدافع لا برضو واحد بس الجون خلاص، انا لو غلطت بفوره المهاجمين محظوظين في الحته دي يعني، ملطشه ولا جاب جون الدنيا بتفرق معايا. انا عندي في الحمد لله في اكاديميه 31 جون 31 جون طب حلو قوي. دي مش موجوده في اكاديميات في مصر الحمد لله. بحاول ابقى موجود مع الولاد، بحاول اجيب لهم افضل مدربين، بحاول اعمل طفره في الموضوع. طب بمناسبه المهاجمين، واحنا بنتكلم برضو عن المباراه اللي جايه خلاص على طول، يعني المباراه اللي فاتت بيتسو موسيماني كان معتمد في التغييرين على شريف ومروان، وهما الاثنين اللي دخلوا الجونين. يعني تفتكر انه صلاح محسن لا بتكلم على فيتا كلاب، على فيتا كلاب انا بتكلم، على كمان فيتا كلاب اللي جايه. تفتكر انه تشكيله من حيث راس الحرب المهاجم هيكون اعتماده على ممكن مروان ومحمد من بدايه المباراه، ولا ممكن يكون في تغيير؟ والله شوف يعني السؤال ده ممكن موسيماني هو الأدرى بحالة الفرقة. لا بس أنا عايزة من وجهة نظرك تقول لي التلاتة، قول لي التلاتة اللي ممكن يعتمد عليهم موسيماني في الخط الهجوم. يعني شوف انا اعتقد انه عشان احنا محتاجين بوليا لازم يبدا بصراحه، هو تبدأ يعني لسبب، لان هو يعني ممكن عشان افريقي تعود على الملاعب الافريقيه. معرفش الاجواء هتبقى عامله ازاي، درجه الحراره بصراحه مش عارف هتبقى عامله ازاي. هنلعب بتوقيت القاهره الساعه 2 الدور على ملعب ترتان، وبالتالي هتلاقي درجه الحراره عاليه، اكيد هتبقى الامور. مفيش المعامله بالمثل دي، انا عايزين نتكلم فيها بالتفصيل مع كابتن عادل طعيم. معامله بالمثل، انت النهارده هنا في احسن فنادق، في احسن نجيله، في احسن اجواء يعتبر، فهناك حاجة تانية خالص يعني. لا ممكن يعني خلي بالك حالة البلد ما تسمحش، ممكن ظروف النادي ما تسمحش، ظروف الاتحاد يعني تسمح يعني، لكن هو ممكن الاتحاد هو اللي المفروض يتدخل ماشي يعني. بس انا كنادي انا اختار عادي، المباراه هو بيستغل بالظبط كده اي حاجه ليه ايجابيه لصالحه. هو متعود يلعب الساعه 2 الظهر، فهو عايز يجيب الاهلي، متعمد انه يلعب 2 الظهر عشان اي حاجه لصالحه يعملها. بس انا متاكد الاهلي قادر يتجاوز على الموضوع ده. بولي اعتقد لازم يبدا، هو بيعمل مجهود كبير لازم يبدا، بالرغم من تالق شريف، والناس بتقول لا ده شريف لازم يبدا لانه خد الثقه. يعني اعتقد ممكن هو انا اعتقد لانه في الملاعب الافريقيه هتلاقي جهده هو الانسب للمباراه تقصد. اعتقد مروان هيبقى ليه جزء برضو مهم في الموضوع. مروان بيتعرض لانتقادات كتيره طبعا، والله يكون في عونه، بس اعتقد بس بدا يخرج خلاص، بدا يخرج وبدا يتحرر شويه من الضغط ده. اتمنى ان هو يعني يشيل من دماغه الموضوع ده، هو بقى عنده خبره كبيره في الموضوع ده. لازم تدفع ثمن ضريبه انت لاعب النادي الاهلي او مهاجم النادي الاهلي. الناس جمهور النادي الاهلي او حتى الانتقاد ما بيجيش بس من جمهور النادي الاهلي، من طبعاً الناس اللي ما بتشجعش برضه النادي الاهلي، فاهم؟ فلازم تبقى انت عندك قدره تحمل الضغط ده، ان الامور بقت طبيعيه. قلت لك ما فيش اكتر من موسيماني بيكسب، واخد 3 بطولات في فتره زمنيه قصيره وبيتعرض للانتقاد، فده طبيعي، ده طبيعه يعني. وهو شايفه بعينه بيتعامل معاه، يعني انا بشوفه في المؤتمرات الصحفيه قاري جدا من خلال الاسئله اللي بتوجه له من في المؤتمرات الصحفيه، راي السوشيال ميديا كمان. شوفي هو يعني بس عشان نكون واضحين، فكرة استخدام موسيماني كانت فكرة خارج الصندوق، مظبوط،
فطبيعي كان فيها معارضين كتير. لكن لما الاهلي خد الكام البطولات بدات الناس الانتقادات دي، فمستنين اي وقعه عشان يتعرض ايه للانتقاد، فده طبيعي. لا اي بس حد انت في الدنيا يا كابتن رمزي، مش موسيماني بس، اي مدير فني، ولو جبت اي حد في الدنيا، لو جبت مورينيو برضه هيتعرض للانتقادات، مفيش شك. وخاصه بتلعب النادي الاهلي، طبيعي ان انت تتعرض للانتقادات. الناس عايزه مش تكسب بس، عايزه تكسب وتادي اداء كويس وتعمل كل حاجه في الدنيا. صحيح، ومفيش فرقه في العالم تعمل صحيح كده. وبعدين انت بيدك لوب، انت عملتي كل حاجه في الكوره، بس الكوره ما ماتش الاسماعيلي انت ما عملتش حاجه وكسبت. صح، مظبوط، خلصت. وبعدين هو راجل واقعي جدا، انا بشوفه يعني دايما في تصريحاته لما بيجي يتكلم، لا عمره ما بيعلق شماعه الاخطاء على حاجه تانية يعني غير الاداء. هو بص، عشان نكون واضحين برضه، هو مره واحده بقى مدرب النادي الاهلي. هو كان في جنوب افريقيا مره واحده، بس كان مدرب كبير برضه في سان داونز، واخد بطوله افريقيا. طبيعي الطبيعي، هو كان من حلمه انه يكون موجود في النادي الاهلي. انا فاهم ده طبيعي، انا بقول لك مره واحده فبدا يستوعب الموضوع، اخذ بطولات وهو بيحتوي اللعيبه وعلاقته جيده مع اللعيبه. صحيح، وبسمع ان هو بيتعامل بانسانيه. ده حقيقي، ده حقيقي. الناس اصل نجاح الفرقه برضه عامل مهم، انه اللعيبه تحب المدير الفني، فدي ميزه موجوده عنده. هو خد بطولات، عنده فرصة كبيرة، طبيعي في بقى ارتفاع في المستوى، انخفاض في المستوى، أمر طبيعي. الانتقادات دي معرض ليها لأنه مدرب النادي الأهلي. طبيعي يا رمزي. وخلينا نتكلم من الجزئية ديت، إن حتى لو ما بتقيم على، أنت بتحب لغة الأرقام دايما وبتحدد منها، فعلى بلغة الأرقام الراجل عامل أداء يعني بلغة الأرقام، فوز كبير يعني، فوز متتالي. أنت عندك الأرقام هزمتين بس، أو يعني في كل مشوارك، من تكلم من باير ميونخ ومن سيمبا التنزاني يعني. فده على المشوار، على مشوار موسيماني كلنا سبورت ليه بصراحه. وانا شايف انه مدرب رائع، والنادي الاهلي اعتقد ان ممكن جدا ان شاء الله نمر نعدي الازمه دي، يكون في مشروع لموسيماني، لان ما خدش وقته كمان، ما عندوش وقت انه يحط يجيب لعيبته، بصمته تبان بشكل واضح من خلال مباريات وديه، من خلال فتره اعداد، فكل ده ما خدهوش يعني. اكيد، شوف هو بيمرن في ظروف استثنائيه، انه جه على لعيبه موجودين، فبالتالي هو بيمشي بطريقته على الادوات اللي هو اللعيبه العناصر الموجوده. صحيح، دي حاجه. تاني حاجه، جه في ازمه صعبه، ازمه كورونا. تالت حاجه، كل الاختبارات الحاسمه او الصعبه كمستوى نهائي او كده، هو نجح فيها، عداها. صحيح، انخفاض المستوى ده في اداء اللاعبين امر طبيعي، حدث مع كل انديه العالم. انت بتتكلم في كل 3 ايام ماتش، فده حاجه استثنائيه. تاني حاجه، انت ما عملتش لسه فترات اعداد ان انت تقدر تاخد مساحتك. ايوه، وقت انت اصلا ما فيش وقت للتمرين، انت بتلعب ماتش، تاني يوم بتعمل ريكفري، عندك تمرين عشان عندك ماتش بعد. مظبوط، مظبوط. فالامر بالنسبه لي ما فيش يعني اللي هو عنده فتره كفايه اللي يقدر يعمل بصماته او طريقه لعبه ويحفظ طريقه لعبه للاعبين. اصابات كمان، اصابات مش مساعداه يعني. دي موال تاني يعني، الاصابات برضو موال تاني. لكن اعتقد انه مجلس اداره النادي الاهلي مجلس واعي، ما بيحاسبش بالقطعه. انا مش هاجي احاسب بالقطعه زي انديه تانيه. اكيد، انا في معايا مدير فني حقق كل اهدافه، بحاسب اخر الموسم فتره زمنيه قصيره، اكيد يعني نجاح 100% فيها، بحكم ان هو اي بطوله دخلها خدها لغايه دلوقتي. وتقييم مجلس اداره النادي الاهلي عمره ما خد بالسوشيال ميديا او طبعًا بالانتقادات طبعًا يعني طبعًا. بيبقى دايما على مستوى الاحترافيه كامل جدا، في حتى اختيار المدربين، في عمليه الانتقاليه ما بين مدرب ومدرب، كل ده من خلال دراسه، والدراسه ديت ما بتاخدش يوم واثنين وثلاثه، لا انت بتشتغل على مستوى كبير جدا. طيب، عايز اسالك سؤال، نرجع بالذاكره بقى معاك شويه. تفتكر لنا احنا داخلين يعني على مباراه، اعتقد مباراه صعبه، مباراه مش سهله يعني. مريت بظروف زي كده، ان انت ككابتن فريق على حتى مستوى المنتخب الفلسطيني، انكم خلاص قدامكم يومين على بطوله، او قدامكم يومين على مباراه مهمه جدا لازم تكسبوها، دورك انت كان ايه ودور اللعيبه كان ايه اللي ممكن دلوقتي يتحقق مع النادي الاهلي؟ لا بص، واحنا حاله خاصه يعني. اكيد بصراحه يعني كان عندها نهائي بطوله اللي هي اللي وصلتنا نهايه امم اسيا. ما كنتش متخيل حجم الناس اللي مستنيه الماتش. فانا نفسي يعني كنت واثق سبحان الله بالفوز.
فكان رئيس الاتحاد اللي هو جبريل يرجوب طبعا بوجه له تحيه، كان كلمني كان عايز يجي المباراه قبلها بيوم، قلت له لا استنانا انت واحنا نجيب لك الكاس واحنا جايين. كان عايز يحضر الماتش وكان سفر طبعا طويل عليه لانه كان في المالديف. فقلت له لا استنانا واحنا بكره هنجيب لك البطوله. انت بتتكلم بثقه يعني بالثقة. خلاص اللعيبه بقى حاولت يعني اللي انت عملته عايز... عشان توصل الثقه دي للعيبه بتاعتك. شلت النت من الفندق، قطعت النت عنهم عشان اللعيبه عشان ما يفضلوا عشان ما احطش عليهم ضغوطات عشان حجم ده بيكلمه وده بيكلمه ويعرفوا انه كان بقى عملوا شاشات عملاقه في فلسطين. فمش عايز اوصل لهم الضغط ده، عايز اوصلهم ان الماتش عادي، عايز اشيلهم من الضغوطات دي. وفي نفس الوقت بتحط في يعني حوافز. هي بص هي حاجتين، اللي هي تشيل من عليهم الضغوطات، وفي نفس الوقت امتى تعرف تحط عليهم ضغوطات قبل الماتش، مش ضغوطات حافز اللي هو الناس مستنيه دوافع دوافع لازم عالمنا يترفع، لازم نسمع الناس اسمنا، البطولة دي لو خدناها نبقى في حتة تانية، الناس كلها تسمع عننا. هنروح استراليا، استراليا انت من ضمن احسن 16 منتخب في اسيا. صحيح. فدي نقلة نوعية كانت في دوافع، ده كان يمكن اصعب دوافع وطنية، حتى دوافع وطنية. وعلى المستوى الشخصي مثلا اتعرضت لماتش الاسماعيلي نهائي دوري 2009 وانت في النادي الاهلي. كان ماتش فاصل ما حصلتش ماتش الفاصل ما بين الاهلي والاسماعيلي طبعا ما حصلتش من زمن، جت على حظي انا. الاهلي كان دايما بياخد الدوري ما شاء الله من اخر 6-7 ماتشات في الدوري هو حاسم اللقب. صحيح. بس دي وصلنا لماتش حاسم وماتش الجيش كان قبل الماتش الاسماعيلي ده اللي لازم نكسب عشان نلعب الماتش الفاصل، وكان الاسماعيلي كسبان هناك. فعملت ماتش الحمد لله كويس وقدرنا نكسب 1-0 من جون فلافيو. فمن احسن الماتشات دور القياده طبعا دور محمد الشناوي يكون له دور كبير، المدير الفني الجهاز الاداري اللي موجود معاه نادي الاهلي. خلاص اعتقد اللعيبه بقى عندهم خبره كافيه ان هم يخرجوا من الاجواء دي. قلت لك النهائي البطوله اللي فاتت ان الاهلي صعد من ام درمان. صحيح. مباراه الهلال مفيش حاجه صعب يعني مفيش حاجه صعبه ولا مستحيله كمان. طبعا بس هي الوضع حاليا مش صعب بصعوبه السنه اللي فاتت. كان لازم تكسب، كان لازم تكسب في اخر. الاهلي فاضل له 3 مباريات. الاهلي بيلعب بشخصية البطل فهو قادر ان هو يتجاوز الموضوع وبسهوله ان شاء الله. كلمه اخيره توجهها للعيبه كابتن رمزي لو حابب تقول لهم يعني كلمه النهارده قبل ما يواجهوا فيه تكلم. انتوا بتمثلوا احسن نادي في افريقيا. وراكم جمهور عظيم. الناس طبعا ما بتحاسبش بالقطعه. انتوا حققتوا انجازات كبيره على المستوى الشخصي لنفسكم وعلى المستوى ناديكم وعلى الناس كلها بتحبكم. يعني دلوقتي مفيش حد في مصر ما يعرفش الاسماء اللي موجوده دي. برونزيه العالم دي عملت ضجه كبيره مش في مصر بس يعني، وفلسطين خير مثال. لا فلسطين دي والله عاملين روابط وعاملين روابط كتيره جدا. محبي محبي النادي الاهلي طبعا. لا تحسهم كلهم مولودين في النادي الاهلي. صحيح. وفي ايطاليا وفي باريس. واحد كان فرحه امبارح مين كابتن علاء هشام. لا هشام عامل مذيع معلق وكان عامل فرحه وجايب رابط العلم فلسطين مع النادي الاهلي في الصاله. والله والله قال لك وكاتب على قال لك الاهلي معانا في كل مكان. لا يعني طبعا حتى الناس يوم فرحه مش ناسي النادي الاهلي. لا حقيقي طبعا والله بوجه له تحيه هشام معمر والله. واحنا كمان عجبني يعني طبعا للشعب الفلسطيني كله يعني بصراحه يعني. الناس الاهلي محبينه في كل مكان يعني. صحيح. فانتوا في مكان عظيم ما تبخلوش يعني بنقطه عرق في اسعاد جماهير النادي الاهلي. وبوجه لكم تحيه. لا انت نورتنا والله يا رمزي. والله دايما تنورنا وبنشكرك على وجودك معانا في البيت الكبير، وان شاء الله يعني على تواصل دايما باذن الله. باذن الله. شكرا شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا جزيلا ليك يا كابتن رمزي. بعد الفاصل نستقبل الكابتن القدير عادل تعيب في البيت الكبير.